بالنسبة للشهيد الله يرحمه، ما هو أول شهيد نقدمه، قد قدمنا المزيد ولازم بنعيد ونقدم المزيد من الشهداء، وهذا الطريق اخترناها ولا بد من تضحية ولا بد من عراقيل قد أمامنا، وبنواصل المشوار بعد الشهيد لحتى النصر، ولا يمكن للعدو أن يدخل مارب ولا يجي مارب، وعاد احنا في البنادق. الله أكبر. وإن شاء الله بإذن الله أنه مدحور، والشهيد الله يرحمه قد سبقوه شهادة وقد سبقوه من أخواننا ومن أقاربنا ومن أصحابنا، قدمنا الكثير والعاد يهمنا في الباقي. رسالتي لجميع الجبهات في قانية، في مهلية، في العبدية، وفي الجوف، في جميع الجبهات، أنهم يثبتوا ويشدوا الهمم ويشدوا الأنت، ولا يتوانوا من العدو، لأن هذا عدو لازم من اجتثاثة ومن دحرة وكثر التفريط والقبائل المصالية، أي شيخ ولا كبير ولا صغير، وصايانا لهم أنهم يشدوا الهمم ويشدوا العزم لقتال الحوثي لحتى ندحره، والنصر إن شاء الله قادم بإذن الله وبعزائم الرجال. طيب، لمن أراد أن يعزيكم أو يجابر في الشهيد؟ من يريد يعزينا ولا يجابرنا ولا ذا، نقول جزاه الله خير، اللي في التلفون مقبول، واللي بيحضر يفتي يعزينا في ديرنا في التعزية في الجبهات، يعزينا في الجبهة. وهذا قضية الصالات وقضية أبعدناها من زمان، من قبل اسمه ولا من ندخل صالة ولا نجيه، من بيعزينا جانا إلى الجبهة يقاتل. الله أكبر. شكرا لك يا شيخ خالد.